من هو البطريرك الجديد للكنيسة اللاتينية في القدس؟ بيير باتيستا بيتسابالا. ولد البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا في مدينة بيرغامو الإيطالية في 21 نيسان 1965. دخل رهبنة الإخوة الأصاغر الفرنسيسكان، وأبرز النذور الرهبانية الدائمة في 14 تشرين أول 1989، وسيم كاهناً في 15 أيلول 1990. حصل على شهادة البكالوريوس في الإلهوت من الجامعة الأنطونية الحبرية في العاصمة الإيطالية روما، وتخصص في علوم الكتاب المقدس في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في القدس، حيث حصل على درجة الماجستير عام 1993. درس اللغة العبرية والكتاب المقدس ليبدأ مزاولة التدريس في كل من معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني ومعهد اللاهوت المقدسي. بدأ الخدمة في حراسة الأراضي المقدسة في 2 تموز 1999، حيث شغل أولاً منصب رئيس دير القديسين سمعان وحن في القدس. وبين الأعوام 2005 إلى 2008 أصبح النائب البطريركي العام للكاثوليك الناطقين بالعبرية، وعين حارساً للأراضي المقدسة أي رئيساً للفرنسيسكان في 15 أيار 2004. عينه البابا فرانسيس في 24 حزيران 2016 مدبراً رسولياً للبطريركية اللاتينية في فترة شغول الكرسي البطريركي، ومنح السيامة الأسقفية في 10 أيلول 2016 في مدينة بيرغامو الإيطالية على يدي الكاردينال ليوناردو ساندري عميد المجمع البابوي للكنائس الشرقية. وفي 31 أيار 2017 عينه البابا فرانسيس عضواً في مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان. وفي 24 تشرين أول 2020 عينه البابا فرانسيس بطرياركاً على البطريركية اللاتينية في القدس، ليكون البطريرك العاشر على هذه البطريركية التي تشمل الكنائس اللاتينية في فلسطين وإسرائيل والأردن وجزيرة قبرص.